حصيلة حوادث مرور ثقيلة عاشتها طرقات الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة. حوادث مرور كان قاسمها المشترك ارتفاع رهيب في عدد قتلى وسائل النقل الجماعي. أول حادث قضى مضجع الجزائريين في حدود الساعة 2 صباحا وقع ببلدية ولتان بولاية المسيلة إثر انقلاب حافلة تعمل على خط العاصمة بسكرة. حادث خلف 10 قتلى منهم من تناثرت جثته إلى أشلاء وتسجيل إصابة 12 آخرين بجروح. بدأت الأخر بدأت صوني نفط كل سمعت لصوني تاع الكاميرا تاع الكار ما حبتش تحبس، قلت أنا ما شرح طيح ولا دراتي، قلت تحبس نعد نكمل نقول هي هو ما بليش الكار قاس الكاميرا ولا الكاميرا قاس الكار. ذا بدينا نتقلبوا كانت قلبونا أنا طحت من تاقة الكار كامل راكدين. كنا في 23 واحد ما شفنا والو، هو يقول باللي خرج لي واحد في الطريق بس احنا ما شفنا والو حتى لقينا روحنا هنا في المستشفى. لا حتى كنا راكدين كامل كان حتى واحد قاعد، بس انا حسيت بها كي مالت هكذا حسيت بها. سما حضرت التقليبة كامل حوالي 4 ولا 5 تقليبات، لقيت الأشلاء لقيت الرؤوس مرمية قدام واحد رجله مبتورة. إرهاب الطرقات ضرب اليوم بقوة حيث لقي 7 أشخاص آخرين مصرعهم في حادث مرور أليم بمنطقة الحجيرة بولاية ورقلة إثر اصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة. حادث ثالث سجل بولاية معسكر أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة أجرة. 3 حوادث مرور تسببت فيها وسائل نقل المسافرين كانت كافية لإزهاق أرواح 10 الأبرياء في ظرف جد قياسي. حوادث مرور تدعو إلى إعادة نظر شاملة في منظومة النقل ببلادنا، كيف لا وتعداد قتلى حوادث المرور يعد بالآلاف سنوياً.